تمام. وهلأ بننتقل لموضوع جديد وبالتحديد لمصر وحالة غضب كبيرة جدا عم تواجهها الإعلامية المصرية ريهام سعيد اللي ظهرت بإحدى حلقات برنامجها بقناة الحياة المصرية وانتقدت فيها مصابي البدانة واعتبرتهم عبء على أسرهم والدولة، وحديثها كان عن النساء اللي بترتدي العباية واتهمتهم بتشويه صورة المجتمع. هالأمر هاد أثار موجة غضب كبيرة بالشارع المصري وتم تداول الفيديو بالعديد من المواقع والصفحات اللي انتقدت أسلوب ريهام سعيد هاد. خلونا نشوف جزء من حديث ريهام سعيد ونرجع نتابع هالخبر هاد. الناس التخينة ميتة، عبء، عبء على أهلها وعبء على الدولة وعبء. الناس التخينة بتشوه المنظر، يعني انت وانت ماشيه كده بالاسدال ولا بالعبايه ولا بالجلابيه ولا 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 ومش قادره تمشي وبتعرجي عشان ركبك وجعاكي، وطبعا بتبقي كلك عرقانه لانك عندك كميه سموم غير طبيعيه، فقدتي كل انوثتك، فقدتي ضحكتك، فقدتي كل حاجه. امبارح كل الناس اللي معانا اللي جوزها سابها وطفش. الهجوم على ريهام سعيد ما اقتصر على الجمهور فقط، ايضا فنانات مصريات انتقدوا ريهام وحديثها بهي الطريقة. الفنانة المصرية إنجي وجدان قامت بنشر فيديو على حسابها على إنستغرام هاجمت فيها ريهام ووصفتها بالتافهة وبالحديث الفارغ غير الهادف. خلونا نشوف جزء من هالفيديو يلي نشرته هالفنانة اللي هي إنجي مراد واللي حقق ما يقارب 1.5 مليون مشاهدة بساعات فقط. بجد ايه يا جماعة التفاهة دي؟ ده تفاهة. دي انا بالنسبه لي انا شايفه ان دي تفاهه. انا ابقى تافهه لو انا بفكر في البني ادم اللي قدامي بشكله، ابقى تافهه لو بفكر في اللي قدامي بلابس ايه، بيعمل ايه، واقف ازاي، عربيته عامله ازاي، جسمه عامل ازاي. ده تفاهه وانا مش تافهه وجزء كبير من شعبك مش تافه. فيا ريت يا ريت تاخدي بالك بعد كده من فضلك، لان ما اعتقدش ان انت حابه تخسري الناس اكتر ما انت اوريدي خاسره جزء، يعني بتخسري او خسرتي جزء كبير منه. فيا ريت ناخد بالنا ومن فضلك خليك في حالك. الفنانه المصريه زينه علقت على فيديو انجي وجدان ايضا وانتقدت ريهام سعيد وقالت بتعليق لها على صفحه انجي وجدان بانه العبء الحقيقي على الدوله هي ريهام سعيد. خلونا نشوف تعليق زينه بتقول والله ما في عبء على الدوله غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها. مدعية المرض مريضة عمليات التجميل بما معناه يعني. طبعا الأمر ما انتهى، فبعد تقديم المجلس القومي للمرأة في مصر شكوى للمجلس الأعلى للتنظيم الإعلام ضد ريهام سعيد، أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة إيقاف برنامج ريهام سعيد برنامج صبايا وإحالتها للتحقيق من قبل المجلس الأعلى للإعلام على أن يتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما سينتهي إليه نتائج التحقيق طبعا.